بعد ما خلصنا الكاستنج هناخد الكاستنج ديفكت. طبعا احنا بعد ما بنخلص الكاستنج بنشوف فيه لو في اي مشاكل جواه، بنعمله انسبكشن ونشوف لو في اي مشاكل جواه، يا اما نعمله ريميك يا اما نعمله ادجستمنت. الكاستنج ديفكت المفروض ان الكاست بيبقى السيرفيس بتاعه سموث وهايلي بولشد زي كده بعد ما بعمل له بولشينج. الكاستنج ديفكت ايه هو؟ اللي هو بيحصل في فاريشن في الانفستنج اور كاستنج، كان تعمل لي مشكله في الفاينل ريستوريشن. يبقى لو حصل اي مشكله في الانفستنج او في الكاستنج بتيجي تعمل لي مشكله في الفاينل. اول حاجه بشوفها ممكن اللي هي السيرفيس رافنس. احنا قلنا ان لازم يكون السيرفيس بتاع الريستوريشن سموث وهايلي بولشد. طيب لو طالع عندي اكسسيف رافنس او في irregularity على الكاستنج سيرفيس، هتحتاج لاديشنال فينيشنج وبولشنج، هتحتاج لافورت اكتر عشان اعمل. طب السيرفيس رافنس دي ممكن تكون نتيجه ايه؟ احنا قلنا ان اهم حاجة ان المولد، ان هو الكاست بياخد شكل المولد اللي جوه. لو المولد اللي جوه ده فيه irregularities مش سموث، يبقى بالتالي الكاست هياخد الشكل ده وهيطلع فيه irregularities او يحصل فيه ما يبقاش سموث. طيب ممكن المولد يبقى نتيجة ايه؟ ان في عندي رافنس نتيجة improper water powder ratio. ازاي؟ لو انا زودت الوتر باودر ريشيو يبقى عندي السينر ميكس. السينر ميكس ده ممكن يحصل له كراك بسهولة، كويس، وبالتالي هيعمل لي رف سيرفس. طب لو قللت الوتر باودر ريشيو هيبقى سيكر انفستمنت، ولما يجي اعمل له ادابتيشن على الواكس باتر مش هيبقى ادابتد عليه قوي، وبالتالي هيبقى يعمل لي السيرفس. لو انا حطيت excessive wetting agent هتعمل لي dilution للانفستمنت وتعمل لي رف كاست، ما سبتهاش لحد ما تبقى دراي. احنا قلنا لما نحط الويتنج ايجنت، لو رجعنا للانفستمنت، لما نحط الويتنج ايجنت لازم نستنى عليها لحد ما يبقى دراي. خلاص، يبقى دي الحاجات اللي ممكن تعمل لي السيرفيس رف. لو انا زودت الاكسسيف بيرن اوت تمبريتشر ده هيعمل لي ايه؟ هيعمل لي disintegration للانفستمنت، وبالتالي الوول بتاع المولد هيبقى رف ويعمل لي كاست رفنس. او يحصل ايه؟ يطلع سلفر كومباوند اللي احنا قلنا عليها بتعمل ايه؟ تعمل لي كونتامينيشن للنوبل ميتال الجولد الوي، والكونتامينيشن ده ما بيطلعش غير بالبيكلينج اللي احنا قلناه في اخر الكاستنج. يبقى البيكلينج نتيجة ايه؟ نتيجة السلفر كومباوند اللي عملت لي كونتامينيشن للنوبل ميتال. عشان كده احنا قلنا هي الجولد بس اللي بنعمل له البيكلينج. يبقى الاكسسيف بيرن اوت تمبريتشر دي عملت الديسنتجريشن للانفستمنت. الديسنتجريشن ده هيعمل لي حاجة من الاثنين، يا اما هيطلع سلفر كومباوند يعمل كونتامينيشن للنوبل ميتال، يا اما الوول بتاع المولد ده هيبقى رف ويعمل لي كاستنج رفنس. ايه تاني؟ الكاستنج بريشر. احنا قلنا ان المولتن الوي بيخش تحت بريشر، يا اما الاير بريشر يا اما سنترفيوجر بريشر. الهاي بريشر بتاع الكاست ذا مولد سيرفيس ممكن يعمل ايه؟ ممكن يعمل لي المولتن امباكت المولد سيرفيس، يعني يعمل لي امباكت، يعني يخبط في الامباكت في المولد سيرفيس. الخبطة الجامدة دي ممكن تعمل لي رفنس للمولد سيرفيس، وبالتالي لما يخش الميتال على الرف سيرفيس ده هيبقى السيرفيس بتاعه رف. يبقى الكاستنج بريشر لو كان هاي كاستنج بريشر هيعمل ايه؟ المولتن الوي امباكت المولد سيرفيس، وبالتالي يعمل له رفنس للمولد سيرفيس
ويعمل لي رفع للكاستم. في عندي حاجة اسمها ريتشز اند اور فينز، يعني هلاقي فيه نتوءات كده على ده. نتيجة ايه؟ الكوز بتاعه ان الانفستمنت سيبريتد فروم ذا واتس باتري، ما بقاش في كونتاكت ما بين الانفستمنت والواتس باتري. الويتنج ايجنت ما عملش سبريتنج للايه، للانفستمنت، الكونتاكت بتاع الانفستمنت مع الواتس باتري. بيكون نتيجة ايه بقى؟ الـ pattern is moved slightly or vibrated after investment، يعني انا حطيت الـ investment وزودت الـ vibration شوية، فبيفصل الـ investment عن الـ عن الـ works pattern. مفيش no intimate contact of the investment with the pattern. خلاص؟ نتيجة ان انا ما حطيتش waiting agent، بالتالي ما بقاش فيه، ما بيسهلش سبريدنج للانفستمنت على الايه، الوكس بات. هاي ووتر باودر ريشيو، خلاص هاي ووتر باودر ريشيو، يعني الووتر كانت عاليه قوي وبالتالي بقت فيها كونتاكت مع الايه، الوكس بات، ما بقاش يعني بقت الووتر عامله زي فيلم على الواكس باتن وفصلته عن الانفست. طيب نتغلب على ده بايه؟ بالويتنج ايجنت، هو اللي بيمنع الرفنس ده، خلاص، لان هو بيعمل كونتاكت، بيصحح الكونتاكت مع، بيقلل السيرفيس تنشن بتاع الواكس باتن وبالتالي بيزود الانتاكت ما بين الانفستمنت والواكس باتن. يبقى دي الريتش والفينز سببها ايه وبنتغلب عليها ازاي بالويتنج ايجنت. النديول، النديول دي بتيجي نتيجة ايه؟ نتيجة ان حصل air bubbles في الانفستمنت ماتيريال adjacent to the wax pattern، بقى عندي في حتت فاضية في المولد من جوه بتتملي بالايه؟ ب نتيجة ال air bubbles كانت موجودة هتتملي بالمولتن اليوم. اذا كانت large nodules زي اللي موجودة ديت due to air trap during investing process هنعمل لها ريميك. يبقى لو كانت large nodule هنعمل ريميك. لو كانت small nodule، ودي احنا قلناها برضو في ال checking وال verification، قلنا لو كان بتخش في ال interfere ال crown setting اللي هي من causes of incomplete setting، كانت nodule على ال fitting surface. طيب اذا كانت small هنشيلها، بس ما تكونش عند المارجن، ما تكونش في كريتيكال اريا عند المارجن. لو عند المارجن يبقى ايه؟ هنعمل ريميك. انما لو سمول ومش موجوده في حته كريتيكال اريا، يبقى في الحاله ديت نعملها ريميك. لو موجوده في كريتيكال اريا نعملها عن زي عند المارجن، نعملها ريميك. هنا بيقول لي ازاي تعمل ديتكشن لل النديول. بجيب ليكويد ماركينج ايجنت وبعمله على الفيتنج سيرفيس، وبعدين بنزلها الحته اللي فيها النديول ديت، بتشال من عليها الماركينج ده، وبعدين بجيب انا سمول راوند بير واشيلها بسهوله قوي اذا كانت سمول. لو كان عندي مالتيبل نديول على الفيتنج سيرفيس، ده نتيجه ايه؟ نتيجه ان انا ما عملتش فاكيوم ديورنج انفست، بقى مليان اير بابلز، او ما عملتش البراشنج تكنيك صح، او ما حطيتش الويتنج ايجنت، يبقى ده في الايه، المالتيبل نديول على الفيتنج سيرفيس. في الحاله دي طبعا هشيل، مش هقدر اشيل كل النديولز دي، يبقى في الحاله دي اعمل له ريميك. يبقى نتيجه ثلاث حاجات، الفاكيوم ديورنج انفستنج، ما عملتش البراشنج تكنيك، ما حطيتش ويتنج ايجنت، يبقى ونعمل. طب لو على الاوكلوزد سيرفيس هنعمل ريميك على طول، هنعمل اكسسيف، يبقى ده نتيجه ان انا عملت اكسسيف فايبريشن، في الحاله دي هتعمل ايه؟ ريميك. عشان الكيز تو افويد النديولز دي بكافه اشكالها، ان انا اعمل كيرفول انفستنج تكنيك. زي ايه؟ استعمل ويتنج ايجنت،
vacuum speculation عشان الـ air bubbles كلها تطلع. Coating للـ wax pattern with investment، لو أنا بعمل التكنيك بتاع الـ brushing يبقى لازم أخلي بالي إن أنا أكون عامل coating للـ wax pattern. الفينز، الفينز دي بيكون هيبقى شكلها كده، بيطلع فيه زي كأنه فيه وينجز. ادي ادي القصر وادي السبرو وادي الايه. نتيجة ايه؟ نتيجة ان فيه كراك في الانفستمنت واتملى بالمولتن الوم. يعني تخيل ده كان شق كده في في الانفستمنت وراح داخل في المولتن الوم فبيطلع لك بالشكل ده. يبقى الفينز نتيجة ايه؟ كراك في الانفستمنت فيلد وذ مولتن. طيب الكراك ده ممكن يجي نتيجة ايه؟ increase the water powder ratio، يعمل لي الويك mix of the investment فيحصل له كراك. طيب كويس. نمرة اتنين، يبقى ادي increase water powder ratio عملت لي حاجتين، ممكن تعمل لي surface roughness وعملت لي اللي هي في الاول خالص، وتعمل لي weakening للميكس. ما احنا ما قلنا ان هي برضه تعمل لي surface roughness وتعمل لي rough surface او تعمل لي cracks. طيب excessive casting force، احنا قلنا برضو casting force لو كانت high casting force ممكن تعمل لي impact للايه؟ للsurface بتاع المولد وتعمل له roughness. casting pressure او casting force اللي قاله هو داخل ممكن يعمل لي ايه؟ يعمل لي roughness للsurface. طب لو كانت الفرصة اكبر ممكن يعمل فيه crack. يبقى الاكسسيف كاستنج فورس ممكن تعمل لي رفنس، ولو كانت عاليه قوي ممكن تعمل لي كراك وبالتالي يطلع عندي الفينز. الرابيد هيتنج، الرابيد هيتنج قلنا بيعمل كراك، وانا بعمل واكس اليمينيشن قلنا ان احنا بنعمله جراديوال 25 ديجري فارنهايت في الدقيقه وبيستمر فتره طويله لحد ما لما لو عملت صادن هيتنج رفعت درجة الحرارة مرة واحدة هيحصل كراك في الانفستمنت، أو إن أنا بعد ما برد الرينج رحت مسخنها تاني فيحصل فيها كراك. Reheating الانفستمنت باتر أند انفستمنت اللي إحنا لسه قلناها إن أنا الرينج عندي، إحنا قلنا وانس إن الرينج عملت واكس إليمينيشن لازم أعمل كاستنج على طول. لو انا خدتها وبردت ورحت سخنها تاني هيحصل حاجه اسمها هيستريسيس اللي هي بتعمل لي الايه هيطلع عندي فيه مشكله في من المشاكل اللي بتحصل اللي هي ايه ان هو يحصل فيه كراك ويحصل لي الايه الفينز دي. او اذا كان الباترن تو كلوز تو ذا بريفري اوف ذا كاستنج رينج وبالتالي ممكن بسهوله هتبقى سن قوي الانفستمنت في الحته دي هيبقى سين ممكن يحصل له كراك بسهوله. ممكن ايه تاني؟ انكمبليت واكس اليمينيشن. حصل ايه؟ الواكس ما اتشالش كله او كان فيه ريمننت. ماني برودكتس ما تبقى ريمين في المولد. ما حصلش بيرن اوت كومبليت بيرن اوت للواكس، فاضل الريمننت موجوده جوه. طيب الريمننت دي هتعمل ايه؟ البورز بتاعت الانفستمنت هتبقى مليانه بالريمننت دي. يبقى لما يجي اعمل كاستنج الاير مش هيبقى فينتد، مش هيخرج الاير، الجازز اللي موجوده دي مش هتخرج لانها مقفوله بالريمننت بتاعت الايه؟ بتاعت الواكس. وبالتالي this produce sufficient back pressure و prevent the mold field. هيبقى عندي incomplete casting. ال incomplete casting في الحالة ديت بيبقى characterized بإيه؟ بإنه بيبقى rounded shiny margin. يبقى incomplete casting characterized by rounded shiny margin. ليه؟ نتيجة إن الكربون مونوكسيد اللي موجود في من الريزيديوال اوف واكس، يبقى نتيجة ان في عندي strong reducing atmosphere created by carbon monoxide اللي موجود في باي ذا ريزيديوال واكس.
يبقى الـ incomplete wax elimination ده عمل لي ايه؟ قفل لي البورز اللي موجوده في الانفستمنت اللي هي المفروض يطلع منها الاير. بقى في عندي جاسز موجوده جوه، الجاسز دي فيها منها كربون مونوكسيد، يجي يخش المولتن الوي مش هيدخل كافيا، يعني مش هيدخل يملى المولت لان في جاسز موجوده، فهيعمل لي ايه؟ انصف بريفنت المولد فيلد. وفي كاركترايزد بايه؟ بانه بيبقى راوندد شايني مارجن عشان الريديوسنج اتموسفير اللي موجود نتيجه المونوكسيد الموجود كاربون مونوكسيد. لو حصل فيريال البورشن اوف ذا الوي انه يدخل، او الالوي ما دخلش خالص، لانه هو المفروض ان هنا بيبقى الهولز اللي موجود في الكريسبل قدام مكان السكرو فورمر، لو الاثنين ما جوش قصاد بعض بالتالي الميتال مش هيدخل في الكاست، يبقى ممكن يعمل لي انكمبليت كاست، جزء من الميتال من الالوي مش هيدخل، او مفيش كاستنج خالص لو المولتن الوي ما دخلش في المولت. نمرة 6 البوروزيتي. اول حاجه اللي هي الساك باك بروزيتي، وده احنا قلنا في السبرو لما كنا بنتكلم في السبرو، بيحصل نتيجه ايه؟ لان الميتال اللي موجود في السبرو هيحصل له سوليديفيكيشن قبل اللي موجود في المولد، وبالتالي هيسحب من الايه، من المولد، فيروح عامل لي ديفكت اللي هو البروزيتي دي، عشان كده بسميها ساك باك بروزيتي. يبقى اوكير اف ذا ميتال ان ذا سبرو سوليديفاي بقبل الميتال الموجود في المول، فهيجي يعوضه منين؟ يروح ساحب من الايه، حصل شرينكج فيروح ساحب من اللي موجود في المول خلاص، فهيروح عامل لي الديفكت ده. يعني هيبقى موجود فين؟ موجود مع الجانكشن ما بين السبرو وبين الايه، الكاست. طب ده بيكون نتيجه ايه؟ ان السبرو تو نارو او تو لونج او انكوركتلي لوكيتد خلاص، يبقى او لارج كاستنج عملته من غير ما عملتش فينت او ريزرفوار، عملتش فينت او عملت ريزرفوار. افويد ازاي بقى؟ انا هو بروبر سيليكشن للسبرو جيج سيوتابل للواكس باترن بتاعنا، اذا كان 10 جيج او للمولر و12 جيج للبري مولر والبارشال كفرج، ونعمل فلارنج زي ما قلنا في الاتاتشنج بتاع السبرو للكاستنج، يبقى الاريا فلارنج بحيث ما يبقاش ريستريكتد بوينت اللي هي ديت. Inclusion porosity. Inclusion porosity يعني حاجة دخلت جوه، كانت موجودة في المولد ودخل الألوي عليها دخلت جوه. ده بنتيجة ايه؟ لو انا بشيل زي ما فاكرين ان احنا قلنا من الدروباكس بتاعت الميتال سبرو ان انا بشيله قبل ما بدخل الرينج اعمل واكس إليمينيشن، فانا بشيل السبرو ده الميتال سبرو فبيعمل سكراتش للانفستمنت، فجزء من البارتكلز من الانفستمنت راح داخله في المولد، كانت موجوده لما عملت بارتكل انفستمنت سيبريتد، لما عملت واكس اليمينيشن ودخل الميتال هيروح واخد معاه البارتكل انفستمنت ديت فتعمل لي كونتامينيشن ليه وتعمل لي انكلوجن بروسيس. يبقى particle of investment dislodged inside the mold during metal or plastic sprue removal and carried out with the A molten alloy. هتخش مع المولتن الوي، هيعمل لي ايه بقى؟ هيعمل لي surface roughness، او اذا قفل حته هيبقى incomplete area، يعني لو دخل الانفستمنت ده في حته عند المارجن وقفلها يبقى بالتالي مش هيوصل الميتال ليها وهيبقى incomplete area، او يعمل لي surface point. عشان كده ما يفضلش ان نستعمل الميتال او البلاستيك سبرو ونعمله ايه، واكس سبرو احسن، لان هو بيحصل له ميلتنج مع ما بشيلوش بيفضل زي ما هو. الباك بريشر بروزيتي اللي احنا قلنا احنا عندنا
البريدج ديت بتبقى من 6 ل 8 مللي في حاله الجبسم و3 ل 4 في حاله الفوسفيت بومب. ليه؟ عشان الجازز تو سكيب من هنا. طب لو كانت كبيره الجازز مش هيخرج، وبالتالي الميتال مش هيدخل، اللون مش هيملى ده ويعمل لي باك بريشر بوزيت caused by air pressure in the mold as a molten metal enters. The back pressure porosity can be reduced by using more porous investment locating يبقى near the end of the ring casting. The casting with vacuum technique عشان يبقى الفرص أكتر شوية. Too small أو too large casting. The casting كان صغير ما نزلش على الداي، او كان واسع يبقى الكاستنج كان بي ايزر تو سمول او تو لارج. نتيجه ايه؟ attention to detail is essential for the accuracy expanded mold. يبقى عشان هو ده هيحصل نتيجه ايه؟ ان الاكسبانشن بتاع المولد ما حصلوش اكسبانشن، او كان الاكسبانشن زياده. خلاص، لو ما حصلوش expansion enough يبقى هيطلع لي الكاست small. لو كان عندي expanded more الاكسبانشن كان كبير يبقى في الحالة دي هيطلع لي large. يبقى proper burn out temperature ليه thermal expansion، لازم نعمل proper burn out temperature تبقى regulated وcontrolled. water powder ratio alter the setting expansion، يبقى ادي برضو الووتر باودر ريشو دخلت عندي في موضوع السمول واللارج كاستنج، يبقى دخلت عندي في السيرفيس رافنس ودخلت عندي في الفينز. وادي في تالت حاجه بتاثر الووتر باودر ريشو في حاله ان هي تعمل تو لارج او سمول. احنا قلنا هناك لو قللت الاماونت اوف ووتر او زودت الميكسنج تايم او حطيت اديشنال رينج لاينر، الحاجات دي بتزود السيتنج اكسبانشن وتعمل لي لارج كاستنج. خلاص، يبقى قللت الووتر اماونت ده في حاله الجبسم، او زودت في حاله الفوسفيت بوند، او زودت الميكسنج تايم، او حطيت تو رينج لاينر، هيحصل ايه؟ انكريز السيتنج اكسبانشن وبالتالي يعمل لي large cost. المارجن ديسكريبنسي، المارجن اجي احط الكراون الاقي المارجن في ديفكت مش ادابتد على الايه الفينش لاين. inaccurate or of fit at the margin can be caused by distortion during removal الwax pattern from the die. وانا بشيل لازم اشيل تكنيك معين اشيله بيه عشان ما يحصلوش distortion، او كان زاد increase setting expansion هنا وبالتالي هيبقى outward pushing المارجن outward. يبقى ال outward expansion ده هيشد لي المارجن out ويعمل لي outward ويعملها open margin. الورم لاين ديت الواكس باترن كراكد and not adapted well، فبيعمل لي حاجة اسمها الوارم لاين هنا، وطبعا في الحالة دي برضو بعمل ريميك زي ما باين هنا كده. ادي الوارم لاين ده